مسعود تفضل. في تغطيتنا صحفي مدنين لاختتام مهرجان مدنين الثقافي فوزة تنظيمية بامتياز، تم طرد الصحفيين وعدم تخفيض كراسيهم والتعامل معهم بأسلوب فظ من طرف أمنيين، من طرف الهيئة المنظمة، من طرف العديد الموجودين هنا. أيضا هناك مواطنين دفعوا ثمن تذاكر العرض، لكن على ما يبدو التذاكر كانت أكثر من طاقة استيعاب مكان العرض. عرض ليلى وهو في الاختتام لرؤوف ماهر، صغار عائلات موجودين هنا دون أماكن مخصصة لهم، وحالة احتقان وسط المواطنين وأيضا وسط الزملاء الصحفيين. سأأخذ شهادات بعض الزملاء الصحفيين حول ما حدث الليلة. سوء تعامل بأسلوب فظ من عدد من الأمنيين، من عدد من هيئة المهرجان. تحكي لنا عايدة بالضبط شو صار؟ جينا بطبيعة الحال مهرجان دورة 43 نزيد، فما تقاليد أن يكون فما مكان مخصص للصحفيين. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. ليبدأ حفلنا الآن، حفل الفنان رؤوف ماهر. قال ما تخلوهمش يدخلوا ولا في كيسان وطمع واحنا جينا للملعب الصحفيين بالحميدة باش نغطوا الحفل الفنان رؤوف ماهر. صارعنا انه ومعنا ما تمش قبولنا وما تمش اعتبارنا كقيمة كإذاعة، معناها جايين وكتلفزة. يعني احنا صحفيين الجنوب الشرقي كنا تعرضنا اليوم المظلمة والإهانة في حقنا، حقنا احنا جايين نخدموا، ماناش جايين نسهر ولا جايين نلعبوا، احنا جايين نغطوا المؤسسات الإعلامية والمرافق العمومية. يتم إهانتنا بالشكل هذا، هذا أمر مرفوض وغير مقبول تماما، واحنا باش ننسحبوا صحفيو الجنوب الشرقي الكل. الغريب في الأمر انه الأمنيين طلقوا علينا حتى لزارة الديميسيون. أيوة، هو الأمر ان الأمنيين يطلقوا علينا في تصاريح عمل اللي هذه صفقة خطيرة وعمرها ما صارت، واحنا صحفيين من حقنا نحضروا ونغطوا التظاهرات وهذا باش نسكتوا عليها، لأنها صفقة عمرها ما صارت. من عندي 28 عام نخدم في مؤسسة إعلامية في مرفق عمومي، عمرها لا صارت صفقة كما هذايا. هذه إهانة للصحفيين ولصحفيي الجنوب الشرقي عموما، واحنا مصاحبين تو. وهي للإشارة فوضى تنظيمية حتى في المواطنين، كما كنا تحدثنا برشا مواطنين قصوا تذاكرهم لكن ما فماش كراسي وفما حالة احتقان في وسطهم. وهيئة المهرجان ما اجتهدتش حتى باش توفر كراسي للناس اللي قصت تذاكرها، ما اجتهدتش باش توفر مكان مخصص للصحفيين، وانطلقوا في حفل الاختتام، اختتام مهرجان مدينة الثقافي، دون انتظار تخصيص كراسي للناس اللي جات من بلايص بعيدة واللي قصت واللي خلصت فلوسها باش تحضر الليلة في الاختتام في حفل رؤوف ماهر. يعني هذا تشوفي فيه المشهد على الصحفيين معناها واقفين مذلولين مهانين.
السلام عليكم. فوزة تنظيمية بامتياز، مواطنين اضطروا يغادروا على خاطر ما فماش أماكن مخصصة لهم وهم قاصين كراسي مش في المدارج وما لقوش بلايص. الصحفيين تم التعامل معاهم بأسلوب فظ فظ فظ. انسحبنا كل الصحفيين من اختتام مهرجان منين الثقافي حفل رؤوف ماهر. فوضى تنظيمية بامتياز وحاليا انسحبنا الصحفيين والمواطنين، فما مجموعة منهم ما زالت الداخل رغم عدم توفر مكان مخصص لهم. بالتوقيت بالكرة دانية توبة كنت نجز مغالي نجيل راكي ولدكم نتشرف كامل.